مرحبا with you Ms. شيماء منير. Welcome everyone. النهاردة الفيديو بتاعنا مميز جدا وأكيد إن شاء الله هيعجبكم. النهاردة إحنا هنتعلم مع بعض إزاي نعلم ولادنا يقروا قطعة. يعني النهاردة هناخد reading. إزاي إن هما يقروا قطعة بسيطة جدا من اللغة الإنجليزية وإزاي يقدروا يجاوبوا عليها عن طريق أسئلة هنحطها في نهاية الفيديو. مهم جدا لولادنا اللي بيتأسسوا. يلا بينا نبتدي. النهاردة القطعة بتتكلم عن teacher المدرس أو المدرسة teacher. Okay. I am a teacher. أنا أكون مدرسة أو أنا أكون مدرس. I am a teacher. دي أول جملة. I work in a school. أنا أعمل في المدرسة أو بشتغل في المدرسة. I work in a school. Okay. I help others learn new things. أنا بساعد الآخرين إن يتعلموا أشياء جديدة. I help others learn new things. I use a whiteboard and books. أنا بستخدم السبورة وكمان الكتب. Okay. دي كانت القطعة اللي معانا. شوف مع بعض الكوشنز الأسئلة بقى على القطعة. القطعة كانت سهلة جدا وبسيطة عشان ولادنا الصغيرين. أول سؤال بيقول What profession are we talking about؟ إيه هي الوظيفة اللي كنا بنتكلم عنها؟ ها؟ Very good, excellent. A teacher. المدرس. Very good, excellent. طب شوف مع بعض تاني سؤال. يلا بينا. Where does she work? هي كانت بتشتغل فين؟ ها؟ مين فاكر في القطعة قلنا ايه؟ Very good, excellent, good work. She works in a school. إنها تعمل في المدرسة. She works in a school. Very good, excellent. شايفين بسيطة ازاي وسهلة؟ What does she use? ها؟ كانت بتستخدم ايه؟ المدرس بيستخدم ايه على طول؟ مين يعرف؟ Very good. She uses a whiteboard and books. هي بتستخدم السبورة وكمان الكتب. آخر سؤال معايا. Do you want to be like her? تحب تطلع زيها؟ تكون زيها؟ Do you want to be like her? هنا عندي الإجابة بقى تبعك أنت يا إما yes or no. ممكن نقول yes I do. أيوة أنا أحب. أو no I don't. لا أنا لا أحب. ده كان ببساطة جدا القطعة اللي كانت معايا النهاردة. استنوا مني كل مرة قطعة جديدة مميزة. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.